وهي بدي اعملكم شير سكرين. هاي شير سكرين وهي شاشتي. وهي خلينا نيجي نحكي هون اليوم. طبعا للتمويل اللي اجى جديد، انا الخميس ما اعطيتش محاضره، يعني صار عندي ظرف واضطريت اني اطلع، وما النت يعني على الخلوي عندي كانت سيئه جدا، يعني مش راضي يشبك، يعني المنطقه اللي كنت فيها كانت كثير سيئه، فما قدرت يعني ابعث لكم مباشره انه فيش محاضره، فبعتذر يعني عن الخميس. هاي اليوم نكمل على المحاضره تبعتنا. طبعا انا كتسلسل هاي خليتها المحاضره 12، يعني 11 ما اخذناهاش، وفي الخميس الماضي انتم ما اخذتوش كمان، يعني صار خميسين مش معطين، وهي هذا الخميس كمان راح يكون عطله العيد، يعني هاي ثلاث خميسات ما اعطيت. بقول مش كلام، اليوم بدنا نبلش في موضوع جديد اللي هو الستاتيك فاريبلز اند ستاتيك ميثودز. بس قبل ما ابلش، في دائما بلاحظ الطلاب اسالهم مثلا بعد فتره شو يعني الانكابسوليشن في الجافا؟ بقول لي عمري بحياتي ما سمعت فيها. لا انت اوريدي بتعرفها بس المصطلحات ما بتميزوها. هذا المصطلح كنت تميزه لي، شو هو الانكابسوليشن؟ بكل بساطه انه انت لما تعمل الداتا تبعتك برايفت، احنا اتفقنا من بدايه الفصل المبرمج الذكي ما بحط الداتا تبعته بابليك ولا بتركها على الديفولت اللي هو الاكسس موديفاير، بنحكي عنه الديفولت لوك داون. هلا برايفت يعني ممنوع حدا يتعامل معها مباشره، انما بيتعامل معها من خلال السيترز والجيترز تبعهم. لما تعرف الداتا برايفت وتعمل سيترز وجيترز لها، هذا اسمه انكابسوليشن، انه انت تحمي بياناتك من الوصول المباشر، انما بتحط لها طريقه سهله ايزي تو مينتين، يعني عشان اعملها او اصونها او اتعامل معها، يعني كادخال او اخراج، اسحب بيانات ادخل بيانات، انه بعملها سيترز وجيترز. فلما اعرف الداتا برايفت واعملها سيترز وجيترز احميها من الوصول الغير مباشر او غير مصرح به، بكون هذا انا عملت شيء اسمه داتا انكابسوليشن، اني حصرت بياناتي زي كبسوله نحكي مجازا، انه ما حداش يدخلها مباشره، انما محميه من خلال السيترز والجيترز. هلا احنا كمان اليوم بنكمل على شيء اسمه ستاتيك، اللي هو من بدايه الفصل كان مثلا بعضكم سألني ليش هاي ستاتيك ليش مش ستاتيك. تعال اليوم نفهم شو معنى كلمه ستاتيك. ستاتيك ممكن تحطها لفاريبل وممكن تحطها لايش، لميثود. في واحد بيقول لي طب الكونستانت هاي محطوطه هون، هذا كعنوان موجود في كموضوع في الكتاب. الكونستانت هو الثوابت، لما تعرف انت قيمه ثابته، والقيمه الثابته هي ثابته للكل. فلاحظ هلا موضوعنا الاساسي اليوم هو ستاتيك فاريبلز constants and methods، هي المقصود فيها هون القيم الثابتة الموحدة لكل الأوبجكتس اللي عندي. طب واحد بيقول لي كيف؟ يعني تعال عشان أورجيكم إياها على الرسمة هذه. إحنا أخذنا مثال class circle، قلت الدائرة لها radius، فعرفت class اسمه circle. لما أحجز instance منه، إحنا لما نحجز object، object تعادل كلمة instance، instance يعني object. لما أحجز مثلاً الأوبجكت الأول اسمه circle 1 وأوبجكت تاني اسمه سيركل 2، لاحظ كل واحد منهم له نصف قطر خاص فيه، يعني سيركل 1 الريديس تبعها 1، سيركل 2 الريديس تبعها 5، فالقيمة تبعت الريديس ليست ثابتة للأوبجكت تبعتي، هاي بنسميها نون ستاتيك، نون ليست ستاتيك. بينما مثلا لو أنا بدي عدد الدوائر المحجوزة لحد هلا عندي في الرام، عدد الدوائر المحجوزة في الرام حطيت تحت منها خط زي هيك، حكيت في كلاس السيركل بدي احط معلومه اسمها عدد الدوائر الكلي لكل الاوبجكتس الحاليين، كم من دويره محجوز عندي في الرام، فهي قيمه مشتركه للكل. فلاحظ نمبر اوف اوبجكتس هون 2 وهون 2، لو انشات دائره ثالثه راح يكون لها راديوس خاص فيها، ولكن نمبر اوف اوبجكتس للثلاثه راح يكون كم؟ 3. لما بدي قيمه مشتركه بتعرفها ستاتيك، موحده للكل قيمتها، تقييم موحد للكل بتحكي هاي ستاتيك. هلا في واحد بيقول طب ما هو الراديوس مشترك للكل، كل الدوائر لهم راديوس، انا بحكيش عن الفاريبل، بحكي عن قيمه الفاريبل. هل قيمه الفاريبل مشتركه للكل؟ اذا مشتركه للكل عرفها ستاتيك، اذا كل اوبجكت بده يكون له قيمه خاصه فيه بنعرفها نان ستاتيك. تمام. الكونستانت يعتبر ستاتيك لانه ثابت، يعني لما اجي احكي باي اللي هي الباي، هاي قيمه ثابته بغض النظر ببرنامج لأي أوبجكت استخدمه، فراح تكون موحدة للكل، فهي ستاتيك للكل تعتبر. عشان هيك إحنا لما خدت مبادئ البرمجة، لما بدك تعرف شو اسمه قيمة ثابتة، بنحكي فاينل ستاتيك دبل كذا كذا كذا، لأنه الباي قيمة ثابتة عند كل دوائر الدنيا. لما يلزمني باي بعرفه ثابت، مو مشترك للكل، قيمة موحدة للكل، فعشان هيك بعرفها ستاتيك. فأنت ممكن تعرف ستاتيك فاريبل
وممكن تعرف ستاتيك ميثودز عشان تقدر تعمل اكسس للداتا تبعونك الستاتيك، لانه احنا حكينا كمبدا تفكير صحيح انه الداتا دائما كلها برايفت، حتى الستاتيك داتا بعرفها برايفت، الذكي بعرفها دائما برايفت، اذا عرفتها برايفت ممنوع حدا يوصل لها برا هذا الفايل، فلازم اعمل لها ميثود تتيح لي اني اوصل لها او احط لها قيمه، فبالتالي لازم تكون كمان الميثود ستاتيك. طب عشان نعرف كتعريف، هلا كتعريف مبدئي وهلا بورجيكم هذا الشرح، طبعا راح ارجع ارفع لكم اياه على الموقع للمحاضرات تبعتنا خلال الفترات الجايه. هلا static variable is shared by all of the class all objects of the class، يعني هي قيمه مشتركه لكل الاوبجكتس، كل الاوبجكتس تتشارك بها القيمه، قيمه واحده. static method cannot access instance member data. خليني نجي نحكي عشان تفهموا هاي، اشرح لكم مثال حلو. طلعوا معي هلا، هي هذا المثال هون، عندي كلاس اسمه ايه كل واحد حلو، فاجيت هون عرفت انت اي. هلا واحد بيقول ليش بحط برايفت، هذا مثال موجود من الكتاب، يعني اخذته عندنا انا من الكتاب عشان اورجيكم اياه. فهذا الاي ليست ستاتيك، يعني بمعنى اخر اي اوبجكت بحجزه من الاي له اي خاصه فيه، بينما الكي عرفتها ستاتيك، فاي اوبجكت بحجزه كل الاوبجكتس اللي بحجزها من كلاس اي مشتركه بالكي، وكلهم القيمه عندهم حاليا تنين، كلهم القيمه حاليا عندهم تنين. القاعده الاولى وانت بتبني ستاتيك داتا او ستاتيك ميثود، فلاحظ هاي الميثود بابليك ستاتيك، فهي ستاتيك ميثود اللي هي المين. انا بقول واحد طيب لاحظ لو اجيت في المين هنا في كلاس اي مثلا وات ايفر شو كان اسمه، تمام، قلت له انت جي تساوي اي، هلا لاحظ قال لي رونج. واحد بيقول لي ليش رونج، ليش غلط؟ بقول له لانه الاي انت عرفتها ايش نوعها، نون ستاتيك اللي هي بنسميها انستنس فاريبل، هذا اسمه انستنس فاريبل، هذا اسمه ستاتيك فاريبل. فبقول لي اه الستاتيك ميثودز ممنوع تتعامل مع الانستنس داتا او الانستنس ميثود، ممنوع تتعامل مع فاريبل مش ستاتيك. فهون لما استخدمت الاي جوا الستاتيك ميثود برفض الكمبيوتر الجابه، بترفض لانه بيحكي لك اي انستنس فاريبل، ما بصير تستخدم انستنس جوا ستاتيك، او تخلي ستاتيك ميثود تستدعي نون ستاتيك ميثود. واحد بيقول شو يعني نون ستاتيك ميثود، يعني لاحظوا انا حكيت بابليك مش ستاتيك ام 1، حكيت بابليك فويد ام 1، في عندي ميثود اسمها ام 1 مش ستاتيك، ممنوع الستاتيك ميثود تستدعي ميثود نون ستاتيك اللي هي بنسميها انستنس ميثود، ممنوع تستدعيها، هاي غلط، ممنوع، هيك ستاندرد الجافا. هلا بس نشتغل على مثالنا تفهم على اكثر. الستاتيك ميثود اذا بدك اياها تتعامل مع انستنس ميثود ممنوع تحطها في البادي مباشره، انما لاحظ مثلا الاي هون عرفتها نون ستاتيك، هي انستنس فاريبل بنسميها، ما في قبلها مثلا ستاتيك انت كذا كذا، هاي انستنس فاريبل. اذا بدي الميثود ام 2 اللي هي ستاتيك، لاحظ بابليك ستاتيك ام 2 هاي ستاتيك ميثود، اذا بدي اياها تتعامل مع انستنس فاريبل او نون ستاتيك فاريبل بمرر لها القيمه كبارامتر. هلا لما تستقبلها كبارامتر ما في اشكاليه بتتعامل معه، بتقدر في البادي تبعها تستخدمه، بس بدون ما تمرره بارامتر زي هون، هون ما مررت لها اياه كبارامتر، استخدمته مباشره على اساس انه اوبجكت معرف عندي اسمه اي وفيه اي، فالاي اكسسبل لكل اللي تحتها الا الستاتيك، طبعا ممنوع يستخدمه الاي لانه الاي مش ستاتيك، بينما الكي بيقدر يستخدمها الستاتيك ميثود والنون ستاتيك ميثود اللي هي الانستنس. هلا الميثودز اللي مش ستاتيك معاها صلاحية تشوف الكل، يعني هاي الرسمة بتوضح الانستنس ميثود اللي هي النون ستاتيك، يعني نسميها ليست ستاتيك، معاها صلاحية تستدعي ميثود من نوع انستنس، داتا من نوع انستنس، تقدر تستدعي ستاتيك ميثود، تقدر تستدعي ستاتيك داتا عادي. الميثودز العادية اللي مش ستاتيك زي اللي بنعملها بكلاسنا العادي تقدر تستدعي كل شيء، بينما إذا حطيت ميثود ستاتيك بدك تراعي إنه هاي الستاتيك ما بتتعامل إلا، لاحظ بس هون وهون الصح، بتتعاملش إلا مع ستاتيك ميثود أو static data. instance data أو instance methods ممنوع تعملها لا invoke ولا معها صلاحية إنها توصل لها. إذا بدك الـ static method تتعامل مع data من نوع instance تمررها كparameters. طيب عشان أوضح لكم إياها بدل ما نضل نحكي هيك، خلينا أورجيكم مثال. أنا طبعا في الكتاب مثال السيركل، ليش أستخدم مثال السيركل؟ بعطيكم مثال الريكتانجل. في عندي هون مثال إيش اسمه؟ ريكتانجل كنوع من التنويع يعني، وعشان نبسط لكم. ففي عندي مستطيل وهي اليو ام ال تبعه انه ناقص ناقص شو يعني برايفت. طب واحد بيقول لي ليش هون تحت منها خط؟ هذا ستاتيك. المقصود عندي الريكتانجل المستطيل له طول وله عرض. طب هل كل المستطيلات اللي راح انشئها من كلاس الريكتانجل طولهم وعرضهم قيمه الطول وقيمه العرض ثابته للكل؟ لا، فعرفتها
نسميها instance data هاي. بينما عدد المستطيلات الكلي هي قيمة مشتركة للكل. يعني هلأ أنشأت مستطيل فبصير عددهم واحد، أنشأت كمان مستطيلين للكل يشوف إنه العدد صار اثنين، أنشأت ثلاثة الكل بيشوف إنه صار العدد قديش ثلاثة، فهاي قيمة مشتركة. فالمفروض أعرفها static. عشان هيك حتى في UML لما أجيت حكيت إنها static حطيت تحت منها underline، خط أسفل منها يوضح للي بده يشتغل إنه هاي static data member. وحكيت في عندي two constructors، طبعا ما حطيت قيم مبدئية، هلأ بنحط القيم زي ما بدنا. وبما إنه الداتا تبعتي برايفت شو عملت؟ سيترز وإيش؟ وجيترز. سيترز وجيترز عشان يضبطوا ويرجعوا الطول والعرض، وهذا مبدأ الانكابسوليشن. وحكيت بدي عفوا هنا بدون إيريا، بدي تحسب لي المساحة، بدي تحسب لي المحيط، وبدي تطلع لي تسترينج، وبدي مثل ترجع لي بما إنه هذا ناقص عنده هون، ناقص يعني برايفت يعني ممنوع حدا يتعامل معه مباشرة، بدي قيم ترجع لي عدد الريكتانجلز على أساس أشوف قديش صار العدد الكلي للريكتانجلز تبعوني. طيب والواحد حلو، طيب تعال عشان نفهم نبلش نسوي في هذا المثال. تعالوا شوفوا معي هلا، هاي هون سميته أنا نشأت المشروع لسن 12 static data and static method. طيب تعالوا أثبت لك فكرة static. بدي قارئ واحد تستخدمه كل الميثودز، مش لكل ميثود قارئ لحاله، بدي قارئ واحد تستخدمه كل الميثود. زمان كنا نيجي لما نعرف قارئ أجي أحكي هون، كنا نيجي نحكي هون سكانر، أجي أكتب هون سكانر. هلأ إذا عرفت سكانر هون، إذا عرفت سكانر هون فقط هو قارئ بس للميثود اللي إيش اسمها مين، وهي استاتيك طبعا المين، لأنه كل الكلاسات اللي راح أحطهم في مشروعي لما أجي أعمل رندام الجهاز ببلش من المين ميثود، من المين كلاس. فالمين كلاس هو موحد لكل الكلاسات اللي راح يكونوا ضمن هاي الباكج، عشان يكون حط static method لأنه في method مين واحدة مشتركة لكل الكلاسات. طب السكانر ما أقدر أعرفه هيك، أو الذكي يقول لي من عرفه static scanner. شو يعني static؟ static يعني مشترك لكل الميثودز اللي راح يجي هون. فبقول static scanner اسمه input ويساوي new scanner من system dot in دوت إيش دوت إيه. بقولي واحد حلو، هاي عرف طارق مشترك، عشان كمان شوي لما أبلش أشتغل في برنامجي أقدر أعبي بيانات. بقولي واحد حلو، طيب بدي أضيف كمان كلاس، يا إما على الفايل يا إما رايت كليك على هاي بقول له نيو جافا كلاس، وبقول له شو اسمه، مش آر ولا كوكو واوا، اسمه زي ما أجان على دي على اليو أم أل ديجرام ريكتانجل، ريكتانجل إكزاكتلي زي ما أجان هناك. فكتبت الاسم نفس الاسم اللي مين جايين مزودني فيه اللي هو اليو ام ال دايجرام، هي هون ريكتانجل ريكتانجل. طيب هاي انشاء ريكتانجل، هاي فينش، هاي صار في عندي كلاس جديد شو اسمه ريكتانجل. يلا بدي ابلش ابني الداتا. الداتا تبعتي هاي هون، خلينا ننزل سكرول داون. داتا عندي طول وعرض محميين، فبحطهم برايفت برايفت دبل عشان اذا دخل لي كسور. مثلا الاول لينث هاي بهذا الشكل، هاي الطول، وبرايفت خلينا نزيح الماوس، هاي دبل دبل، هاي كنترول سبيس اللي هو الويدث الطول والعرض، هاي عرفتهم الواحد. طب حلو، طيب العدد المستطيلات هي معلومة برضه تكون برايفت، ولكن هي مشتركة عند الكل، قيمتها مشتركة عند الكل موحدة للكل. فبحكي ستاتيك على العدد كأعداد صحيحة، يعني بحكي عندي مستطيل مستطيلين ثلاثة، مش مستطيل وربع مستطيل ونص، حطيته انتجر اللي هو مثلا number of rectangles rectangles بهذا الشكل. واحد بيقول لي ليش هذا عرفته static؟ لأنه بدي هاي القيمة number of rectangles بتكون موحدة للكل. طيب بقول واحد حلو هلا طلع معي بعد ما عرف الداتا منبر، هاي الداتا منبر تبعوني اللي هو طول عرض المستطيل والعدد الكلي للمستطيلات، بدي أعمل الكونستركتر الديفولت. هلا بعد بحكي R rectangle، هذا الكونستركتر by default هذا كونستركتر من الجافا، باي ديفولت بيكون مفترض انه اللينث صفر والويدث صفر. الارقام دائما بصفرها، الاحرف او الاسماء بعطيها امتي سترينج، المنطق بعطيه فولس. تمام، وفي عندي كمان بقدر اضيف باراميترايزد كونستراكتور يستقبل الطول والعرض. طب واحد بيقول لي ليش ما استقبل نمبر اوف ريكتانجلز؟ بقول له عدد المستطيلات هذا ستاتيك داتا، لا يتم ادخالها بالعرف، لا يتم ادخالها من قبل المستخدم، انما يتم ضبطها في جهازي. واحد بيقول لي كيف يعني عشان تفهموا علي. هلا مثلا بدي اجي اخذ هذول، بدي اقول لحظه ما انشئ ريكتانجل وما اعطيك بيانات له،
افترض انه طول العرض مثلا بديش احطهم صفر منطقيا، بحطهم 10 وبدي اجي احكي هون كمان ايش هي 10، يعني لحظه ما انشئ مستطيل ما في له طول وعرض حطهم 10 10. اذا انشات مستطيل اعطيتك الطول والعرض تبعهم حسب ما اعطيتك اياهم عديهم في الداتا تبعت المستطيل كل واحد شيء. طب نمبر اوف ريكتانجلز شو بده يكون قيمتهم؟ هلا طلع معك بدي اياك تفكر. اول ما يتم انشاء اوبجكت من المستطيلات مبدئيا يعني، او قبل ما يتم انشاء اي اوبجكت من المستطيلات بده يكون العدد الكلي للمستطيلات صفر. اقول واحد طيب، يعني بمعنى اخر الستاتيك داتا لما تعرفها اعطيها قيمتها لحظه تعريفها، يعني نمبر اوف ريكتانجلز اول ما يتم حجز ريكتانجل، يعني لسه قاعد بحجز في الريكتانجل مبدئيا كبدايه من عند اول ريكتانجل ايش افترض قيمتها حاليا؟ صفر. الستاتيك داتا يتم حجزها في الذاكره لمره واحده، يعني لحظه ما انشئ اول مستطيل بتم حجز نمبر اوف ريكتانجلز، لما انشئ الثاني ما بحجز نمبر اوف ريكتانجل لانه اوريدي موجود. بينما اللينث والويث كل ما احجز مستطيل بيتم حجز لينث ويث جداد. هلا بورجيكم اياها كيف تتخيلوها كمان في الرام. والواحد طيب، طب كل ما يعني اول ما ابلش انشئ بكون عدد صفر، لحظه ما انشئ مستطيل سواء على الديفولت كونستراكتر او على البارامترايزد كونستراكتر تزيد عدد المستطيلات في واحد. فباجي بحكي هون نمبر اوف ريكتانجلز بلس بلس، يعني زيد لحظه ما انشئ ريكتانجل. انا امتى بنشئ اوبجكت؟ لما استدعي الكونستراكتور تبعه. فلحظة ما استدعي الكونستراكتور سواء الديفولت او على البارامترايزد بقول هون نمبر اوف ريكتانجلز بلس بلس، زيد عدد الريكتانجلز اللي كان اول ما بلشت صفر تكون صفر. لحظة ما انشئ اول اوبجكت شو بصير؟ واحد. طبعا انشئت اوبجكت ثاني ما برجع بحجزه، هو اوريدي موجود وصارت قيمته واحد، لما اجي انشئ الثاني بزيد على الواحد كمان واحد، شو بصير عددهم؟ اثنين. طب واحد بيقول لي طب اثبت لي تعال اورجيك اياها. هلا لو رجعت على المين واللي واحد طيب طلع والله منيح. هلا الشيء الحلو كمان في الستاتيك داتا وستاتيك ميثودز او قبل هذول والله او لا يلا هي خلينا نجح طبعا بدي اجي احكي هون طلع والله معي بحكي له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين. الحلو هاي في الستاتيك داتا والستاتيك ميثودز انه كيف تقدر تتعامل معها. بدي اجي اقول المشكله احنا عملناها برايفت ما صورتش اوريكم. قبل خلي لي بالله هاي هون لانه هلا ما بقدر اتعامل مع الداتا لانه ايش معرفه كلها برايفت فما بقدر اشوفها. والله بس خليني ابني سيترز والجيترز على السريع. هاي الت انسرت عشان اوضح المثال. هلا هون بدي احكي بالستر والجيتر للثلاثه والواحد طيب. الذكي بيقول لي ما بصير تعمل للثلاثه، يعني انا بقدر اضبط اجيب الطول اجيب العرض واضبط العرض من خلال الست والجيتر. طبعا بقدر احط شروط انه يكون اكبر من صفر او انه اذا غلط يسوي هيك. هاي اوريدي يعني اخذناها في الاربع امثله السابقه، بدي اختصرها اليوم عشان اوصل فكره الستاتيك. والواحد طيب بالنسبه للستاتيك لاحظوا هلا اذا حدا انتبه هدول اللينث والويث ما حط بابليك ستاتيك بابليك ستاتيك، انما حط بابليك فويد بابليك دبل، ما عرفهم ستاتيك ميثودز لانه الداتا اوريدي ايش نوعها لما عرفتها هون؟ ما عرفتها ستاتيك لينث او ستاتيك ويد. فهون حطيت ستاتيك، فلما اجى بنى الست والجيت تبعتها لاحظ النمبر اوف ريكتانجلز لانه الداتا اوريدي نوعها ستاتيك، فشو كانت الميثود تبعتها؟ ستاتيك. نفس الشيء هون ستاتيك. هلا منطقيا اليوزر ما بيقدر يضبط عدد الريكتانجلز انه اوتوماتيكلي لحظه ما انشئ انا ريكتانجل بنزاد، فالست ما بدي اياها، يعني هاي الست بقدر احذفها. واحد بيقول لي ليش؟ بقول له لانه احنا عدد المستطيلات يزاد اوتوماتيكليا مش اليوزر بدخله، انا بدي الكمبيوتر يحسبه، ففيش داعي اخلي الست شلتها، خليت بس ايش؟ الجيت للنمبرز. ولاحظ زي ما حكينا بما انه نمبر اوف ريكتانجلز نوع ستاتيك فالمثل ايش تبعته صارت ستاتيك. الويدث مش ستاتيك الويدث، فشو صارت هون؟ بابليك مش ستاتيك، حطت بابليك فويد او بابليك دبل للويدث واللينث، انا هذول مش ستاتيك داتا. طب واحد بيقول لي طيب عشان نفهم اكثر، تعالوا عشان تفهم معي اكثر. لو اجيت هون قلت له طلع من البدايه اول ما بلش برنامج بقول له مثلا سيستم او احنا طبعا السيستم بقول له نمبر اوف ريكتانجلز حاليا قبل ما انشئ اي اوبجكت. طلع شو بقدر اسوي؟ النون ستاتيك ميثودز او الستاتيك داتا تقدر تستدعيها باسم الكلاس مباشره حتى لو انك مش حاجز ولا اوبجكت منه. واحد بيقول لي كيف يعني؟ انا بقول له كلاس ريكتانجل روح جيب لي منه
في عندي ميثود اسمها get number of rectangles. وأقول له طب أنا ما حجزتش object منه، بقول له عادي الstatic method هاي لحالها automatically بتقدر تناديها باسم اللي class مباشرة، تقدر تناديها يعني طلع معي بس اكوس اف 6. شو قال لي؟ قال لي number of، أنا كاتب odd يلا بنعدلها، number of rectangles حاليا لأني مش منشئ ولا object قديش حاليا قيمتها؟ صفر. وحيقول لي طيب يعني أخونا خلينا بالله عدلها off. هاي اوف في كذا شكل. طيب خليكم ثاني معي هلا عشان توصل اكثر المعلومه. هلا بدي اجي احكي في عندي تعرف اوبجكت الاول، مثلا بقول في عندي ريكتانجل اسمه ار 1 ويساوي نيو ريكتانجل، نيو ريكتانجل ريكتانجل بستدعيه مثلا عدي فور كونستراكتور تمام، وبدي اقول له سيستم دوت اوت، سيستم دوت اوت مثلا نمبر نمبر اوف ريكتانجلز ريكتانجلز after R1 is created is created يعني عدد الريكتانجلز عدد المستطيلات بعد إنشاء هاي طلع شو حلو. بقدر أجي أحكي له ريكتانجل ريكتانجل دوت get number number of rectangles. واحد بقول لي آه يعني هلا هون طلع شو بدي أسوي، بقول هاي بلش أو عشان تشوفوا أنتم معي ببلش هون في البداية بيكون عدد صفر. طب واحد بقول لي كيف بدي أتخيلها في الرام، تعال أورجيك كيف تتخيلها في الرام. طلع بالله معي انا جهزت هاي الرسمه عشان تشوفوا معي. هلا كل اوبجكت بنشئه بتم انشاءه انه في له ريفرنس وفي له انستنس داتا نسميها داتا تبعته الانستنس. طب والستاتيك، الستاتيك لا يوضع ضمن اي اوبجكت، انما طلع كيف مثلا ما انشات ار1 هلا هون بصير عندي ريفرنس فاريبل اسمه ار1. الار1 لما انشاته هون حسب هذا الكود قلت له تجاهلوا لي هاي هلا مبدئيا اجي على هاي الجمله ريكتانجل اسمه ار1، ففي عندي عنوان في الذاكره شو اسمه ار1، قلت له استدعي نيو ريكتانجل يعني استدعي الكونستراكتور اسمه ريكتانجل قوسين فاضيات. واحد بيقول لي طيب هيدا روح على ريكتانجل قوسين فاضيات، وين الريكتانجل قوسين فاضيات؟ روح على اللينث حطه 10 وعلى الويدث حطه 10. بدي اصبر هون شوي على هاي. بقول لي طيب يعني هون لما اجي على الاكسل شيت بقول اللينث هلا مبدئيا قيمته 10 والويدث قديش قيمته 10. هلا طب بقول لي واحد طب النمبر اوف ريكتانجلز، النمبر اوف ريكتانجلز يعرف في ذاكره مشترك لكل الاوبجكت تبعون يعني هلا راح انشي ار1 ار2 ار3 على سبيل المثال، الثلاثه كل واحد منهم له لينث ويدث خاص فيه بس النمبر اوف ريكتانجلز هي هون دكتور ريكتانجلز قيمه ليست لكل واحد منهم انما هي قيمه مشتركه للكل. في البدايه في البدايه لحظه ما ابلش انشي الاوبجكت 1 بتكون نمبر اوف ريكتانجلز قديش قيمتها صفر. هلا لما يستدعي الكونستراكتور هذا يصير نمبر اوف ريكتانجلز بلس بلس، يعني شو يعني بلس بلس؟ يعني تساوي القيمة القديمة زائد واحد. القيمة القديمة اللي هي كانت صفر، صفر زائد واحد شو بتصير؟ واحد. وهنا بكون معرف عندي مثل اسمها get number number of rectangles هاي مشتركة للكل وتكون موجودة وجاهزة للاستدعاء. خلينا نوسعها بالله هاي أو سوري Ctrl Z المهم نوسعها أخري نوسعها عشان لأنه مدمج الخلايا. هاي برضه اوتوماتيكلي راح ترجع قديش حاليا لانه عدد الريكتانجلز واحد فهي راح ترجع واحد. طيب قول واحد حلو طب طلعوا معي بالله منيح. هلا هاي هون لما اعمل وين المين هاي المين هاي اللي صار بس اعمل اف 6 هون لاحظ كبدايه قبل ما اعرف الار 1 قديش قال لي النمبر اوف ريكتانجلز زيرو، بس عرفت الار 1 قال لي بعد ما عرفت الار 1 صار عدد الريكتانجلز قديش واحد. طيب حلو حلو. طب قول لي واحد طب اسمع اسمع قول له واللي بدي اجي احكي هون كمان ريكتانجل ريكتانجل هاي ريكتانجل اسمه ار2 ويساوي نيو ريكتانجل او خلينا نعمل كونتر سبيس ريكتانجل وبحكي له على البارامترايز كونستراكتور هذا طوله 20 بعرضه طول عفوا 30 بعرض هاي 20 بهذا الشكل. بقول له واحد طيب بقول له هلا هيدا اخذ هاي كوبي بيست عشان تشوف معي هون كوبي وهنا بيست بدي اجي اقول له عدد المستطيلات بعد ما انشأت R2 بعد ما انشأت R2 استدعي هاي شوفها. هلا طلع معي بس اعمل او خلينا عشان اورجيكم كيف تتخيلوها في الميموري. هلا لما اجي لهاي الجمله انه ريكتانجل R2 يساوي نيو ريكتانجل، لما احكي ريكتانجل R2 يعني صار عندي عنوان في الذاكره ايش اسمه؟ R2 هاي صار R2 يساوي نيو ريكتانجل لما اجيت احكي له هون يساوي نيو ريكتانجل 30 20 يعني استدعي البارامترايزد كونستراكتور. واحد بيقول لي ليش هون استدعيت الديفولت وهنا استدعيت البارامترايزد كونستراكتور؟
لانه حكيت بين القوسين 20 30 فلما يجي على كلاس الريكتانجل ما بيستدعي هذا، انما بروح على هذا لانه هون في عندي قيمتين جايات من برا، فبيجي باللينث 30 وبالويدث 20 30 و20، فبيجي اللينث تحطه في اللينث الحالي فبصير هون اللينث الحالي 30 والويدث تحطه في الويدث الحالي فبصير كم 20. بعدين بكمل لسه ما خلص، قلت له number of rectangles plus plus، يعني صار عدد المستطيلات الكلي يساوي العدد القديم زائد واحد، العدد الكلي كان واحد، واحد زائد واحد شو بصير؟ اثنين. فأوتوماتيكلي get number of rectangles إيش بتصير؟ اثنين. يعني هلأ بغض النظر مين استدعاها راح تعطيه قديش لحد هاي اللحظة لحد هذا الأمر؟ اثنين. فقول له واحد طب ثواني، يعني قولي لو عملت هون هاي رجعت على المين؟ رجعت على المين؟ قول له واحد طب هلأ وعملت F6، هاي لو عملت F6 فلاحظ قبل ما أنشئ الـ R1 كان العدد الكلي صفر، بعد ما أنشأت R1 صار العدد اثنين، بعد ما أنشأت R2 صار العدد برضو كمان إيش؟ عفوا صار واحد، بعدين إيش صار؟ اثنين. هاي القيمة مشتركة للكل. طب واحد بيقول لي طب كيف مشترك؟ وانت المفروض إذا مشترك الكل يشوفها اثنين. بقول له ما أنت حسب التسلسل. يعني واحد بيقول لي كيف حسب التسلسل؟ أنا قلت له اطبع أول إشي قبل ما تنشئ أي أوبجكت، قبل ما أنشئ أي أوبجكت هيها هون. بعدين بعد قبل ما انشئ اي طبعت، بس انشات الاوبجكت الاول طبعت، بس انشات الاوبجكت الثاني طبعت، بس انشات الاوبجكت الثالث طبعت. طب واحد بيقول لي طب كيف مشتركه؟ يعني عشان اوضح لك السيناريو، هاي كوبي لها او كت لها، كل واحد طيب هاي داجه امتى هاي داجه احطها هون، هاي بيست هون وهاي كمان هاي هون داجه اخذها كوبي. يعني طلع التسلسل بيفرق ما انت كيف انشات، هاي كت لهاي بدي اجي احطها هون التسلسل عند هاي. يعني حطيتهم اخر شيء الطباع، يعني انشئ كل شيء وبعدين اطبع، مش قبل ما تنشئ أو بعد ما تنشئ اطبع، انشئهم كلياتهم بعدين اطبع عشان أورجيك شو معنى ستاتيك. هلا هلا هون بدي أجي هاي بيست هون، كل واحد طيب. يعني لاحظ أنشأت ال يعني هاي خلينا أرتبها بس كتسلسل، ما كانش عندي ولا أوبجكت ما طبعتش، أنشأت الأوبجكت الأول وما طبعت، أنشأت الأوبجكت الثاني وما طبعت، بعد ما أنشأت التو أوبجكتس هدول أجيت قلت له اطبع. فلاحظ إيش ستة، لاحظ هون لانه التسلسل اجى طباعه بعد ما انشئ كل الاوبجكت، اول ما اجى يبلش المفروض يعني قبل ما انشئ اي اوبجكت المفروض كان يقول لي زمان صفر لانه كنت اطبع قبل ما انشئ الاوبجكت. هلا قال لي للكل قديش؟ قال لي القيمه دائما موحده عشان اورجيك انها داتا مشتركه، قال لي اثنين، لانه هلا لما يتم استدعاء الستاتيك داتا منبر او ستاتيك ميثود هاي قيمه واحده فقط لكل الاوبجكت اللي عندي، لو عندي اثنين او ثلاثه او 10 او مليار الكل مشترك في هاي القيمه. مين عنده سؤال لحد هون؟ واضحة؟ طب أكمل. هلا كمان شو الحلو في الاستاتيك عشان أثبت لك إنه كمان استاتيك؟ والواحد طيب، طب لو أجيت هون طلع بلا معي، لو قلت له هون بلا انتبه منيح، مثلا الحلو في الاستاتيك ميثود استاتيك داتا تقدر تناديها من خلال نفس اسم الكلاس مباشرة إذا ما كنتش معرف ولا أوبجيك منها، أو تقدر تحكي له هون ممكن أناديها بآر 1، ممكن أناديها مثلا بآر 2، وممكن لو كان عندي آر 3 أناديها بآر 3 مجازا لو كان عندي آر 3، او خلي هاي خليها ريكتانجل لانه اوريدي ما عنديش ار. هلا بغض النظر من انو اوبجكت ناديتها، سواء ناديتها من ار 1 او من ار 2 او من نفس الكلاس، لاحظ هاي السته راح يعطوني كلهم 2 2 2 لانها قيمه مشتركه للثلاثه. بس العرف البروفيشنالي يعني لاحظ ناديت من خلال ار 1 ما اعترض الجهاز، من ار 2 ما اعترض الجهاز، من اسم الكلاس ما اعترض الجهاز. واحد بيقول لي شو الاصفر الموجود هون؟ هذا وورنينج. بقول لك دائما العرف في الجافا انه اي شيء ستاتيك لا تناديه بالريفرنس فاريبل تبع الاوبجكت، انما ناديه في اسم الكلاس تبعه بصير. يعني هذا كعرف من الجافا وليس غلط، هذا وورنينج يعني كتنبيه، يعني بقول لك ناديه باسم الكلاس افضل. فالستاتيك داتا والستاتيك ميثودز هي قيمه مشتركه للكل، كل بيقدر يستعملها. هلا ملاحظه مهمه، ملاحظه مهمه، بقول له واحد طيب بقول له طلع بلا معي اي ميثود مش ستاتيك، يعني لاحظ هلا هنا مثلا هاي هنا دبل بابليك دبل جيت لينث بابليك فويد مثلا ست لينث، هدول نون ستاتيك ميثود بقدر استخدم فيها الستاتيك داتا. يعني بقدر اجي احكي هون مثلا مجازا بقدر استدعي النمبر اوف ريكتانجلز مثلا اعالجه، اقول هنا مثلا بلس يساوي 2 مثلا ازيد عليهم 2 مجازا بقدر. لاحظ الجافا ما اعترضت، يعني نون ستاتيك ميثود اللي هي مش محطوطه بابليك ستاتيك تقدر تتعامل مع الستاتيك داتا، تقدر تستدعي من خلاله مثلا اجي اقول له هنا جيت نمبر اوف ريكتانجلز مثلا على سبيل المثال، بتقدر. يعني النون ستاتيك ميثودز تقدر تحط جواتها الستاتيك داتا والستاتيك ميثودز، او يعني كل شيء مسموح فيها سواء للستاتيك ولا للانستنس، فما بتعترض الجافا. بينما انتبهوا منيح، هلا اجيت هون هاي الميثود ايش نوعها؟
static. Static methods بس بتقدر تتعامل مع static data و static methods. يعني راح يقولي كيف؟ يعني طلع مثلا لو اجيت هون هاي هون داجي مثلا بدي استخدم اللينث مباشرة بدي احط معادلة مثلا تعدل في اللينث فبدي اقول له هون اللينث فلاحظ لما حطيت كنترول سبيس ما رضي تطرح لي اللينث لانه اللينث معرف مش ستاتيك يعني لما جيت عرفت اللينث فوق لما عرفت حكيت له مش برايفت عفوا هون احنا ما حكيت له برايفت ستاتيك لينث ممنوع اتعامل معه بالستاتيك ميثود فيعني واحد بيقول لي اه بيقول لي يعني هون لو اجيت حتى لو كتبتها بيدها لو اجيت قلت له اللينث يساوي مثلا 15 مجازا يعني كاتبها هون فبدي اتعامل مع داتا منبر من نوع انستنس جوا ستاتيك ميثود مباشره بس كتبتها زي هيك منعتني الجافا بتقول لي نون ستاتيك فاريبل هذا فاريبل انستنس فاريبل بنسميه ممنوع تستخدمه في الستاتيك ميثود تبعته او مثلا اجي هون استخدم مثلا اقول له ست اللينث لاحظوا لما حطيت كنترول بس ما اقترح لي اياها لانها هاي مش ستاتيك ميثود مثلا بدي اكتبها بيدي ست اللينث مثلا ل 20 مجازا فبدي استدعي نون ستاتيك ميثود من خلال ضمن البادي تبع الستاتيك ميثود العاديه برضه بتمنعني الجافا عرف الجافا الستاتيك ميثودز بس محصوره مع الستاتيك داتا والتعامل مع الستاتيك ميثود يعني هون اذا بدك تكتب ضمن البيجن والاند تبعت الستاتيك ميثود ممنوع تستخدم نون ستاتيك داتا او نون ستاتيك ميثودز انما المسموح لك يا اما تستخدم ستاتيك داتا اللي هي زي نمبر اوف ريكتانجلز او مثلا تستدعي ميثود ستاتيك ثاني يعني مثلا ممكن اجي اخليها تستدعي نفسها مره ثانيه عادي هاي هون ما اعترض ليش لانه قلت نمبر اوف ريكتانجلز اللي هي تستدعي نفسها عادي ما في اشكاليه بتقدر تستدعي نفسها بس لانه نوعها ستاتيك ما اعترضت الجافا الكومبايلر تبع الجافا ما اعترض الستاتيك ميثودز تتعامل مع الستاتيك داتا والستاتيك ميثودز في اسئله لحد هون كل معاي طب اكمل هلا ضل هون حسب الدياجرام تبعي انه بدي احسب المساحه بدي احسب المحيط بدي اعمل تو سترينج وهي اوريدي عملناها لاحظتوا دائما الستاتيك ميثودز تحت منها خطيه والستاتيك داتا نون ستاتيك اللي هي الانستنس بنسميها فيش تحت منها مخطوط عادي بالشكل الطبيعي اللي بتكتب فيه طيب ولا واحد طب حلو طب تعال يلا نحسب هون المساحه مثلا بابليك طب هلا واحد بيجي بيقول لي احط ستاتيك ولا نون ستاتيك احط ستاتيك مثلا مساحه دبل هلا هون هاي دبل بهذا الشكل اسمها مثلا جيت اريا جيت ايش جيت اريا هي حطيتها بهذا الشكل حطيت قوسين هون وهيك هلا وهون شو المساحه هي هون على السريع ريتير شو المساحه مساحه المستطيل هي لينث ويد هلا لاحظ قبل ما اكتب هاي لاحظ طلع شغل غلط انا راح بيقول لي ليش حطيت ستاتيك هون بقول له مو طلع كيف انا بدي افكر بقول له مو معادله المساحه طلع شو حكيت معادله المساحه واحده للكل بقول له المقصود بستاتيك مش انه المعادله واحده هلا لو بدي احجز خمسه ريكتانجلز هل قيمه المساحه لهم واحده للكل اذا القيمه المساحه ثابته للكل حطها ستاتيك بس اذا المساحه كل واحد له مساحه مختلفه ممنوع تحطها ستاتيك وانا غلط احط ستاتيك لانه الاريا المساحه ليست موحده للكل كل مستطيل له مساحته الخاصه فممنوع احط ستاتيك لاحظ حتى هون لو جيت قلت له اللينث ضرب الويث ممنوع استخدم لينث ويث لانه اللينث ويث مش ستاتيك فهاي الصح انك ما تحطها ستاتيك حط هون لينث ضرب ايش ضرب ويث بهذا الشكل هاي ليست ستاتيك طيب واحد بيقول لي طب حلو تعال نكمل هون بابليك دبل هاي دبل بهذا الشكل بيراميتر المحيط تبع هاي واحد بيقول لي احط ستاتيك او خلينا نسميها جيت بيراميتر احسن جيت بيراميتر دائما مثل برجع قيمه سميها جيت بيراميتر بهذا الشكل واحد بيقول لي احطها ستاتيك بقول له اذا حطيتها ستاتيك يعني قيمه المحيط لكل الدوائر وحده احنا ما بدنا انه كل دائره فعليا لها محيطها الخاصه فيه خاص فيها عفوا ريتيرن هنا محيط الدائرة هو 2 ضرب اللينث تمام زائد 2 ضرب الايش الويدث يعني 2 بالطول 2 بالعرض هذا هو المحيط تبع الدائرة شايفين معي كيف هلا هدول مش قيمة موحدة ثابتة للكل فعرفتهم نون ستاتيك بينما القيمة لما تكون ثابتة للكل بعرفها ستاتيك اخر شيء تو سترينج واحد بيقول لي طب اجي احكي بابليك ستاتيك تو سترينج اذا حطيت ستاتيك تو سترينج يعني انه هاي الميثود راح تطبع دائما نفس البيانات لكل الدوائر نفس قيم البيانات لكل الدوائر فعليا ليست قيم البيانات ثابته لكل الدوائر لانه كل دائره لها طول وعرض ومساحه ومحيط مختلف عن الثاني وانا ممنوع احط ستاتيك وانا بحط سترينج تو سترينج
تو سترينج. طبعا تو سترينج حكينا انه هاي ميثود جاهزه في الجافا، انا قاعد بعملها اوفر رايد، بلغيها واستبدلها بالميثود تبعتي، ولازم يكون اسمها اكزاكتلي تو سترينج. هلا هون بعرف سترينج اسمه ار، هاي عرفت ار، ويساوي دبل كوتيشن فاضيه بهذا الشكل، وباجي بكمل هون بحكي له ار بلس تساوي مثلا كترتيب لينث نقطتين فوق بعض بلس ليش اللينث، تمام؟ ار بلس تساوي ايش تطبع بعد اللينث مثلا العرض، فانزل سطر جديد زي كنا بحكي له الويدث تبعك نقطتين فوق بعض بلس ليش الويدث بهذا الشكل. هلا انا بدي اطبع اربع معلومات او هاي خلينا نعطيك هاي كوبي هاي هون وهاي بيست وهي بيست وهي كمان بيست. ثواني هلا واحد بيقول لي طيب هلا بدي اجي هون بقول له بعد الود اطبع لي، او خلينا اشتغل بالكيبورد اريا، وهون شو بقول له بدل الود بقول له جيت اريا، هاي جيت وين راح جيت اريا، هاي جيت اريا تمام. وهون بقول له البيريمتر اللي هو المحيط بيريمتر، بقول له هون جيت بيريمتر جيب لي محيط الدائره، هاي المعلومات تبعت الدائره بدي اطبعها، هاي البيريمتر هون. وهون بدي اقول له مثلا هون بدي اقول له number of rectangles لحد هاي اللحظه rectangles، او لحد لحظه استدعاء جمله الطباعه rectangles، ايش كتبنا rectangles بهذا الشكل. وهون بدي اقول له هلا لاحظ هاي الميثود ليست static، فبقدر اتعامل مع الستاتيك داتا، يعني بقدر اقول له هنا number of rectangles لانه تم تعريفها فوق، او بقدر اقول له get number of rectangles عادة تنتين سيمو سيمو لأنه تم تعريفهم بهاي المثل. وآخر إشي شو بقول له return الـ R، رجع الـ R. بقول واحد حلو، يعني بقول واحد طب ورجيني، بقول له هاي مثلا لو رجعت للمين، مثلا هاي rectangle 1 rectangle 2 وهي كمان يصير العزيز هون، هاي بقول له هون rectangle اسمه R3 هي R3 ويساوي مثلا new rectangle، هاي rectangle new وين راحت new rectangle، هاي new rectangle هذا الشكل على ال default constructor، يعني بستدعيها بحجزها عفوا بتكون 10 10. طب بقدر اعبيها من الكيبورد؟ نعم system.out.println مثلا enter length هاي بهذا الشكل رسالة توضيحية عشان اقرا ال length، بقول له لل R3 بقول له R3.set length بقيمة قديش مثلا بقيمة قارئ الكيبورد هاي input dot next double، احنا صرحنا انه length double هاي هنا next double، خلينا بالله اخذها هاي هيك هاي copy، هاي قرأنا length مثلا هون بدي اجي paste هون بقول له enter width، هاي enter width وهون بقول له set مش length set mean set width. بقول واحد طيب وهي هون بدي احطها، هاي بدي اجيب الماوس عندي فلتت هلا هون اشتغلت الماوس، هاي هون بدي اجي اخذ جمله طباعه ثالثه او حتى اطلع كيف بدي اسوي، بدي اجي اقول له هون والله خليني اعدلها، طب هون بالله انتبهوا والله معي بدي اشطب هدول الجمل او خلينا ها هاي ديليت هدول، هون قوس هون بدي احكي له اطبع R1 وانا شطبت طبعا انت بالغلط هلا بعدلها، اطبع R2 واطبع R3 هلا بعدلها R2 وR3 بهذا الشكل. وهنا في اند انا شطبته بالغلط اللي هو من خلال تو سترينج، وعشان كناحيه جماليه هي عشان اصل بيناتهم system.out.println هي هيك وهي هون system.out.println هي هيك بهذا الشكل. يعني انا انشات اوبجكت بعدين على الديفولت كونستركتر، انشاته على البارامترايز كونستركتر، انشاته على الديفولت ورجعت عبيته في الداتا اللي بدي اياها. فبقول واحد طب لما نعمل رن هي في 6 عملت في 6. هلا لاحظ هو انشا تو اوبجكتس وما طبعهم لانه انا حطيت الطباعه اخر شيء يا شباب، ما حطيت انه كل ما انشا اطبع الطباعه اخر شيء. هلا الاوبجكت الجديد مثلا ابعاده 50 ب 100 فبس اكبس انتر، لاحظ بس اكبس انتر هاي وسع الشاشه صار يقول لي بعد ما عبيت، هلا هون عبيت انتهى. هلا اول اوبجكت انشاته على الديفولت هيو قال لي 10 ب 10 هاي هاي، وقال لي عدد الاوبجكتس الحاليين لانه الطباعه تمت بعد ما انشات ثلاثه اوبجكتس، لما طبعت تو سترينج تبعت الار 1 شو جابت لي؟ ثلاثه، لانه الثلاثه كانوا منشئين. لما طبعت الار 2 اللي هو انشاته على البارامترايزد كونستراكتر 30 و20 طبع لي معلومات وقال لي برضه العدد كم؟ ثلاثه. لما الثالث اللي عبيته من خلال الكيبورد له 50 و100 حسب لي مساحته ومحيطه برضه قديش؟ قال لي ثلاثه.
لاحظ انه اللينث والاريا والباراميترز ليست قيم ثابته للكل، فهي عرفناها نان ستاتيك بنسميها انستانس داتا وانستانس ميثود، بينما قيمه عدد المستطيلات قيمه مشتركه للكل. شو عرفتها؟ ستاتيك داتا. عرفناها ايش؟ ستاتيك داتا. وصلت الفكره يا شباب؟ هذا هو كان مثال اليوم انه كيف اعرف ستاتيك داتا وستاتيك ميثودز. مين عنده سؤال على هذا الحكي؟ صعبة؟ طيب هلا احنا السؤال، انت في البداية حكيت لنا انه الستاتيك بس في المين، صح؟ لا احنا كلمة ستاتيك مش بس في المين. هلا دائما لما يكون في شيء قيمة مشتركة للكل، قيمة مشتركة للكل شو بتعرفها؟ ستاتيك. هلا ليش المين دائما ستاتيك؟ انت بغض النظر يعني لو تيجي هون على اي باكج من هدول هون، هي رحت هون، هلا لو كان عندي 20 كلاس هون، لما تيجي تكبس F6 للكمبيوتر، شو يعني F6 رن؟ مين من هدول أشغل؟ في واحد بس أشغل المين. أيوة أشغل المين واللي جوا المين. أي واللي جوا المين، يعني فعليا كل العشرة كلاسز مثلا اللي عندي مشتركين في برنامج تشغيل واحد اللي هو مين، مثل اللي بنسميها Public Static Void Main. فالمين لأنها مشتركة، لو كان عندي هنا مثلا في المشروع تبعي 20 ملف 100 ملف كلهم مشتركين بملف تشغيلي واحد فيه مين ميثود واحدة هي بتشغيلهم كلياتهم، هي بتبلش البرنامج وبتعطي للكل، فهي واحدة للكل للعشرين كلاس. فدائما أي شيء مشترك للكل حطه ستاتيك. وصلت الفكرة يا محمد؟ وصلت تمام. باقي الشباب في حد عنده أسئلة شيء؟ طيب على كل إحنا راح نضلنا يعني نكرر في قصة الستاتيك والنون ستاتيك. فأنا كان هدف اليوم أوصل فكرة اللي هي إيش، إنه شو يعني ستاتيك داتا. ها راح أوقف الشير، بديش اليوم أطول عليكم، بدي أكتفي لحد هون. إن شاء الله المحاضرة الجاي برجع بشرح كمان موضوع جدا مهم، وبعيد فيه كمان الستاتيك داتا وستاتيك إيش مثل اللي هو كيف أنسخ أوبجكت لأوبجكت. واحد يقول كيف عندك تنسخ، يعني مثلا عندي فاريبل اكس واي كيف بدي انسخهم، مع بدي انسخ قيمه الاول مع الثاني. والواحد كيف بدي انسخهم؟ بقول له الاوبجكت لا ينسخ زي الفاريبل. المحاضر الجاي بدي اوريك كيف تنسخ اوبجكت مع اوبجكت، يعني بدي انسخ محتوى اوبجكت الاول احطه لاوبجكت ثاني كداتا. الاوبجكت لا يحمل قيمه واحده، الاوبجكت يحمل عده قيم، فكيف بدي انسخ اوبجكت لاوبجكت؟ بحكي عنه ان شاء الله المحاضر الجاي. لحد هون راح اكتفي. دكتور طب بدي اسالك سؤال. محمد، هسه انت بالفصل الماضي كنت ب 12 فيديو ختم الماده كامله، صح؟ اه. طب احنا ما كم فيديو بدها؟ انت مش هلا الفصل، انت لا تقارن الفصل هذا بالفصل الماضي. الفصل الماضي كنا نغطي توبكس بوضع اضطراري، انا ما بدي اشتغل زي الفصل الماضي. بدكم اشتغلكم زي الفصل الماضي بشتغل. لا بس استفسار بسيط، لانه فتحت قبل شوي على اليوتيوب عشان ارتب الفيديوهات. فاللي شفته من 12 فيديو، فكنت يعني ضايل لمحاضرة ونختم بس هيك؟ لا فعشان لا هيك حبيت نسأل. هي 12 توبكس بنجي نحكي، هي 12 موضوع غطيته من الفصل الماضي. أساس يعني اللي هو الفصل كان 14 أسبوع، إحنا أول أسبوعين كنا مداومين، ال 12 أسبوع اللي بعدهم غطيت كل أسبوع موضوع. إحنا بدناش نشتغل هيك، بدنا نشتغل إنه نفهم المواضيع. أنا مش يعني ما بهمنيش العدد، بهمني إنه أكون وصلت لفكرة يعني رسخت في مخي. لا وصلت، أنا الحمد لله بقول لك راجعت المادة وتمكنت منها، لأنه أنت كل فيديو كنت تعطينا مثال ثاني وتطور فيه. كلها منكرر دائما منكرر ومنطور فيها. تمام، راح أكتفي لحد هون على أساس ما يطعناش. اللي بدي يسأل يسأل. أحمد يسأل. بس دكتور بدي أتكلمني يوم الخميس على المسنجر. هلا ثواني، انا عشان احكي شغله، المحاضره الجايه بحكي لكم عن الواجبات. انا الخميس صار عندي ظرف اضطراري واضطريت اطلع يعني من الدار، والنت على الخلوي عندي كثير يعني كانت ضعيفه، ما قدرت، وضليتني يعني كان في قصه حجزاني يعني انه ما يعني ما رجعت على داري الا اليوم، يعني اليوم الصبح رجعت على داري. اذا انتبهتوا يعني انه حطيت لكم يعني الاعلان هلا. ف يعني الهوم وركات حتى لسه ما صلحتهاش. هلا المحاضره الجايه ذكروني بالله بديتها احكي لكم عن الهوم وركات. الهوم وركات تسلم على موقع الجامعه، والمحاضره الجايه بحكي لكم عنها. تمام. طيب محاضره اليوم لا بس بحكي لك. طيب ماشي تمام. طيب راح اكتفي لحد اليوم، لانه هلا راح يقطعوا
علينا، فبديش عشان التسجيل أرفع على اليوتيوب. ففي حدا عنده سؤال على محاضرة اليوم؟ اللي عنده سؤال يفتح المايك بيحكي، ما في أسماء. طيب لحد وين راح أكفي، يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله بشوفكم بكرة بنفس الموعد ونبلش في موضوع جديد، وبكرة بحكي لكم كمان عن الهومورك. يعطيكم ألف عافية ونراكم غدا إن شاء الله، اللي حابب يطلع يطلع الله يسر. وهي أنا لحد وين راح أكفي وأنهي الاجتماع. يلا سلام عليكم جميعاً.